خلية اليقظة والمتابعة أهم الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة على مستوى ولاية عين تيمشنت عبر طبعا موانئ الصيد ونقاط البيع. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نشكر إذاعة عين تيمشنت على هذه الدعوة، وبالمناسبة أتوجه لكل مستمعيها بمناسبة رمضان، رمضان مبارك للجميع، تقبل الله منا ومن الجميع القيام الصيام والقيام وصالح الأعمال. صحيح، يعني على غرار الكثير من القطاعات أو كل القطاعات على مستوى الولاية وعلى المستوى الوطني، يعني نحن يعني الجميع مجند من أجل تجاوز هذه المحنة، هذا الوباء، ويعني كل يعني واعون بخطورة هذا الوباء والانتشار تاعه، والكل يجب أن يساهم في يعني في المكافحة انتشاره سواء في الوسط المهني أو في الوسط الاجتماعي. نحن على مستوى قطاع الصيد البحري كما تعلمون، يعني بعد يعني في بداية انتشار الوباء، وبعد أن لاحظنا أن ظروف العمل على مستوى الموانئ كانت غير يعني مناسبة، والناس كانت ما مدتش الاحتياطات يعني من أجل مكافحة انتشار هذا الوباء، كنا رفعنا تقرير يعني للسيد الوالي او اللجنه الولائيه لمكافحه او اللجنه الولائيه لمتابعه او اليقظه ومتابعه للحد من انتشار هذا الوباء على راسها السيد الوالي. كان اتخذ القرار بغلق هذه الموانئ، ليس لي يعني لمنع الناس من النشاط، وانما لاخذ التدابير الوقائيه ويعني تهيئه ظروف العمل داخل الموانئ، لان صحه المواطن وصحه المهنيين يعني اهم. وفعلا يعني بعد اسبوعين من تعقيم السفن واخذ يعني الكثير من التدابير يعني قررت يعني الاحترازيه لمكافحه هذا الوباء، وبعد يعني اطلاع كل المهنيين على خطوره هذا الوباء، يعني ولازم يعني الناس تدي تدابير من اجل الحد من انتشاره. لما وفرنا يعني اقول ليس 100% ولكن الكثير من الاجراءات، يعني وفرنا ظروف العمل يعني داخل الموانئ، قررت يعني اللجنه الولائيه على راس السيد الوالي اعاده فتح هذه الموانئ، لكن بشروط احترام تدابير الوقايه، منها يعني حمل هذه الاقنعه يعني لبابات، تعقيم السفن قبل ويعني قبل الخروج الى البحر، احترام يعني المسافه قدر الامكان، حتى يعني حتى منع يعني مجهزي السفن حتى ان ينقصوا يعني من الطاقم المبحر اللي كان السفينه اللي كان فيها 20 ولات فيها 14 ولا 15، مع المحافظه على حقوق هؤلاء البحاره اللي نقصوهم، يعني اليوم ينقصوا ما يخرجوش ثلاثه ولا اربعه، الغدوه من اليوم الموالي يكون يعني بالتناوب، مع الحفاظ على حقوق البحار. بصفتكم السيد مجدوب بن علي رئيس خلية اليقظة والمتابعة على مستوى قطاع الصيد البحري، هل كانت فيه خرجات ميدانية تفقدية، ومدى التماسكم للتدابير المتخذة؟ نعم، يعني بالتأكيد، يعني كنا يعني شخصيا نمشي يعني